تحدثنا عن دور أبناء المدينة العائدين إلى ديارهم وكذلك عن دورهم في إحياء المدينة، وكانت هناك مساهمات منهم تمثل حافز كبير لعودة الحياة إلى المدينة. اليوم هناك صور جديدة لأول محل قصابة في الفلوجة، حيث باع كيلو اللحم 9000 دينار عراقي فقط، وكذلك فقد فتح محل بيع الأدوات الكهربائية والمولدات المنزلية الصغيرة لتوفير طاقة كهربائية. وقد يتساءل البعض عن الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات، إلا أن المقطع التالي سيوضح حل الأزمة. لنتابع معا. هاي الحمد لله اليوم اجى البنزين سعر الدولة، سعر الجليكان 9000 دينار. هاي بكون البنزين الفلوجة، هاي اليوم بالمحل قريب دكتور عمر، هذا محل تبيع مولدات، سعر الجليكان 9000 دينار. تبارك الله دكتور عمر.